رايكم يبدل رايكم يوصل. مرحبا بكم الناس الكل، تنجموا تتفاعلوا معنا على بريد الصفحه. نشكركم اللي تبعتونا من الصنار حتى التويكه اللي هي مادي ساعتين و45 دقيقه. في اخر فقراتنا كما العاده نختموها بالكلمه الحلوه، كما قلت لكم في مستهل الحصه باش نحكيوا على فتره المراهقه ولا سن المراهقه اللي برشا اولياء يقول لك لقيت صعوبه شويه في التعامل مع ولدي ولا بنتي، كانت فتره صعيبه، كان ممكن ما تفهمنيش، ما نجمتش نفهمه أكثر، صغير يبعد عليا أكثر في الفترة هذيك، ولا يحب يخرج مع أصحابه أكثر وحده، ولا عنده موندو خاص به. النقلة النوعية هذيك ممكن فما الأولياء ما يفهموهاش، وحتى الصغيرات في الفترة هذيك ما همش باش يفهموها برشا. كيفاش نخليو علاقتنا بصغيراتنا قريبة خصوصا في الفترة هذه؟ تتفاعل معنا كوتش إيمان العبيدي، كوتش تربوية ومدربة تنمية بشرية. مرحبا يا كوتش. مرحبا بك حبيبي. شنو أحوالك؟ الحمد لله والشكر لله، يعطيك الصحة. الله يفضلك، ربي يفضلك، عايشك يا كوت، شكرا ليك، هذه شهادة نعتز بها، مشكورة جدا. كما قلت لهم باش نحكيو على الصغيرات في سن المراهقة اللي هي حاجة صعيبة برشا بالأخص برشا أولياء، بالأخص الصغير الأولى ما ينجموش يفهموه برشا، وزيدا يفترق ما بين الطفلة والوليد. تقول لك الطفلة ممكن تعدت لي كالم وما فهم، ما حسيتش بالسن المراهقة نتاعها الفترة هذيك، ما حسيتش بها على غرار الوليد. اكزاكتومون، أول حاجة المهم جدا الأولياء يعرفوا خصائص فترة المراهقة، هي ماهيش غول راهو. نحضروا لها يا حبذا من الأول، يعني اللي يجيبوا تغيرات من الأول يحاولوا يبنيوا علاقة ويأكدوا على التواصل من الأول، باش في فترة المراهقة ما يبعدش الصغير، ما يهربش من العائلة، ما يجبدش روحه وحده، خاطر الأكل الهربة هذيك شوية، ويولي حبب إنه يقعد مع أصحابه ويحس روحه ما فماش تواصل ما بيناتهم من خصائص فترة المراهقة. يعني ما نجموش نلوموه. تبقى كي نبداو باينين احنا على التواصل من الأول، راهو الفترة تتعدى سلامات. أما اللي فاتتهم الفترة هذيك نقول لهم ما فماش مشكلة، وبوفي ريكيبيغي، عندكم الوقت باش تنجموا تصلحوا. المهم يعرفوا اللي هي فترة تغيير. يعني صغير باش يتبدلوا فيه حاجات خارجيا، يعني في الشكل نتاعو في المظهر، وداخليا في السلوك في المشاعر في الدماغ، يعني نقلة نوعية هو بيدو يبدا ماهوش فيه صحيح. دونك معنا احنا نزيدو ما نكملو ما نفهموهوش، تولي تخلوي ذا هذاك، علاش ماذا بينا نفهموه للماكسيموم باش نجمو نتعاملوا معاه. وخاصة الام دورها كبير برشا في فترة المراهقة، وعلاقتها جيدة خاصة وإيجابية مع ولدها، خاصة الوليد وحتى البنية، راهو كيف كيف الوليد أكثر، على خاطر باش تخلق منه إنسان ناجح في المستقبل مهنيا وحتى على مستوى العلاقات نتاعو الاجتماعية والعاطفية. يعني بداية علاقته هي تكون كما علاقته بأمه تقريبا. وفما حتى يوصل يولي غير على أمه إذا كان هي تعطيه برشا من حياتها الخاصة، ولا تدخل وتعطيه الفرصة انه يدخل في حياتها الخاصة، بعد تولي كيما نوع متاع غيرة، تولي يحس روحه مسيطر، وهذاك يهزنا دوامة كبيرة برشا متاع عنف احنا ماذا بينا نبعدوا عليه. دونك نحطوا حدود، اما نقربوا له قدر الامكان شوية صغير، خاطر العلاقة كي تبدا ايجابية وناجحة رانا نتاكدوا ان احنا باش نبعدوه على المخاطر والضرر الكل اللي نجم يصير له، كيما المخدرات كيما الكحول. دونك هذاك علاش مهم جدا العلاقة تكون ايجابية وتكون صلبه، معناها فما موجود عريق. فوالا كما قلت انت كوتش، هي الفتره هذه فتره حساسه وحساسه للغايه، على خاطر البيبان نتاع الشارع الكل محلوله قدامه، يحب يجرب كل شيء، يحب يكتشف كل شيء، يحس اللي والديه خايفين عليه بزيت، يحب يجرب حتى اي حاجه فيها ريسك يحب يجربها باش يشوف هي شنية. ولكن ديما كي قد ما تكون الام والبو قراب للصغير هذاك، على قد ما نحميوه احنا ماناش قاعدين نحطوا فيه في قفص، ليه بالعكس قاعدين نحاولوا فهموه الظواهر هذه شنية وشنو ينجر عليها وشنية المخاطر اللي تنجم لا قدر الله تصيبك للهنا والقدام، زيدا مش كان على الساعة هذه. هذا هو علاش، على خاطر هو باش يحس روحه كبر، دونك باش يولي يحب يجرب الحاجات اللي ما عملهمش قبل، حاجات جديدة عليه. وهنا التعامل مع المراهق على اساس هو الطفل الصغير راهي غلطة برشا، نردوا بالنا ما نتعاملوش معاه على اساس صغير، لازم نتعاملوا معاه على اساس هو ادلت، على اساس هو كبر، ونتعاملوا معاه بخصائص الفتره. علاش ديما ناكد راهو مهم جدا كل مرحله عمريه
في حياة صغيرنا يزلنا نعرفوا الخصائص نتاعها. والحمد لله الانفورماسيون سهله والتكوين موجود. يعني الام اذا كان ما عندهاش حتى فكره على على خصائص المرحله تنجم تعمل دي ريشيرش، تنجم تشارك حتى في دورات تكوينيه، تشارك في لي وركشوب يعاونوها باش تفهم كيفاش تنجم تتصرف، خاطر يلزم تعطيه قدره على التعبير. راهو بالكونتاكت مع لي زادوليتون وفي كل ما نقابلوهم في كل ما نخدموا معاهم الطلب نتاعهم الوحيد اسمعونا اسمعونا وخليونا نعبروا. دونك لهنا نفيقوا لي فما مشكله اللي الاولياء يا اما دور البحث تطرح في الاسئله ورا بعض وتسال وتجاوب وكل العصا على التليفون العصا على هي والله ديما انا اقول اللي الاسئله بتاع الام بالخوف عليه بالخوف على صغيرها سينا هي ماهيش باش تشوف كيما قلت انت كيما دور البحث باش تبحث فيه، ولكن هي باش تشوف اللي هي خايفه عليه برشا، تحب صغيرها احسن ما يكون، تحب ما يتعرضش لحتى نوع من المخاطر لطف عليهم في اي حاجه، ديما ماذا بها تحتويه بكل حاجه تنصحوا، ولكن ساعات الامهات اللي تلز شويه لصغارها يقول لها راك لزيت لي برشا ولا ما حدش يحب يجاوبها ولا حتى تطلب ما عادش يهز عليها تليفون يبدا برا وبالوقت لازم الدخول والخروج هذا شويه يقلقهم في سن المراهقه. طبعا نعرفوا احنا ديما نفكر نقول لهم راه نعرف اللي هو بيحب ونعرف والجيل غير الجيل وتحبوا تبعدوهم على كل مخاطر، ولكن الخوف هذاك ساعه احنا كي نظاهروه للمراهق راه باش يتعدي له، يولي هو يزيد يخاف من المجتمع. في عوض انك باش تبدا تطرح الاسئله من حقها الام ولا الاب انهم يسالوا صغيرهم، ولكن ثم طريقه لطرح الاسئله تحطوش قدامك وتبدا تبحث فيه، يعني تفسر له انت شنو هو المواضيع اللي خايف منها، تفسر له المخاطر نتاع المجتمع كي باش تخرج راه فما حاجات باهيه ما فما حاجات تنجم تضرك، تفسر له اصلا اللي هو المرحله العمريه اللي هو فيها شنو الخصائص نتاعو، نجم حتى في علاقاته العاطفيه راه نبعدوا نحن ما نكونوا ايجابيين وما نخموش الحاجات السلبيه نتاع المخدرات والسلطه واللي يتفجعوا منهم الاولياء، حتى هو في علاقاته العاطفيه وفي احاسيسه ومشاعره يدخل بعضه. دونك لهنا مهم جدا ان يكون عندنا الفكره الكافيه على الذكاء العاطفي. علاش ديما نقول لهم راهو التكوين مهم وراهو البحث مهم، كي تعلموا كيفاش يجاري المشاعر نتاعو، كيفاش يعرف كيفاش يسيطر على المشاعر نتاعو، كيفاش يفهمهم المشاعر نتاعو ويسميهم، راهو هكيك هو بالذات يبدا مرتاح وما عادش تتلذذ معاه بطريقه البحث نتاع سين وجيب، وقتها باش يولي يبارتاجي معاك، يولي يحكي لك ويحب يفهم من عندك. إذا هو اللي يلزم نوصلوا الأولياء إنهم يخلقوا علاقة متاع صديقة بينه وبين صغيره أما بحدود، ما تخليهش صديقة وهو يفهم اللي أنت صاحبه ولا أنت صاحبته ويتمادى يعني كل شيء مباح ولا مستباح صحيح بالضبط وما يفهمش زيد اللي انت في دور تحب ترس عليه وتحب تخلقه خاطر يحب يكتشف وراهو يخرج قدامك ويعلمك بكل شيء وحده وحده خير من اللي يخرج وانت ما تعرفش عليه الا يمشي للمكتب في بالك هو قاعد يقرا في الكوليج وهو الله اعلم شنو المعلومات ديجا اللي قاعده تدخل المخ نوتو فينا وراه يولي حساس برشا يعني اي كلمه هذه مش تاثر فيه هي ليه ما يتمسخروش عليه وما يضحكوش عليه على خاطر هو باش يتبدل فلوس وحاجات باش يتبدل الجسد نتاعو حاجات باش يتبدل صوته دونك احنا نحسوا به ونفهموه ونقولوا له راهو عادي راهو هذاك انت كبرت معناها وباش تولي راجل ولا باش تولي امراه ونفسروا لهم هناك التغيير في الجسد ايوه نحاولوا حتى نحببوهم في التغيير هذاك بطريقه خاصه بطبيعه تنجم تتغزل به اكثر تنجم تمدحوا اكثر بنتي ولا تسبيه ولدي ولا راجل معناها فما حاجات كليم نجموا نقربوا لصغيراتنا قدر الامكان طبعا باش نعزوا لهم الثقه في النفس وباش نخليوهم وخاصه الطفله لهنا راهو تولي تجري على كلمه محليك بالطبيعه تجري على كلمه تمدنك هي طفله في سن مراهقه كوتش ولا مش في سن مراهقه ملي تبدا عمرها عام لين تسمع عليها تموت هو هذيك المراه ديما كلمه محليك لازمها ما تتقطعش هو الحقيقة تجي تشوف مدينة للراجل ولا للمرأة الكلمة الطيبة والكلمة الحلوة تفرح القلب ما نجموش ننكروا الحاجة دي أما الخوف فيش لهنا في المراهقة خاطر تولي ترمي روحها على اللي
تولي ما عادش تعرف تاخذ القرار الصحيح وتولي مهي. اول كلمه تسمح ليك تهزها تثنيه اللطف على بنيتنا الكل ما نحبوش نوصلوا لها. ثم ثم حاله من الاشباع يكون عاطفي يقدموه للوالدين قبل ما هي تخرج للشارع وقبل ما تخالط وقبل ما تعرف، تكون متشبعه العاطفه نتاعها، متشبعه بالكلام الحلو بالمشاعر بالاحاسيس، هذا الكل تكون تلقاها في دارهم، تلقاها في بوها، تلقاها في امها، في خواتها. ما تستحقش حد غريب باش كلمه محليك تهز وكلمه نحبك تجيب. هذا هو يجب يوفروا الاحتياجات الاساسيه صغيراتهم. اليوم مراهقين، اليوم في فتره حساسه، اليوم متبدل عليهم بدنهم، متبدل عليهم تفكيرهم، ما همش فاهمين برشا حاجات في رواحهم. نحتويهم، نسمعوهم، نقربوا منهم، نحاولوا نوفروا لهم اللي يلوجوا عليه، ونبعدوا على المقارنه مع وقتنا قبل، خاطر راهو جيل ماهوش جيلنا، غير الجيل، غير الجيل، تفكيرنا وحياه مختلفه على الحياه شو اسمها اللي نفكروا بها رواحنا، وخاصه ما فيها بيتراو. اذا كانوا بس وقته، يعني اذا كان حاجات ما يعرفوهمش الاولياء، اذا كان فما حاجات غايبه عليهم يعملوا دي ريسيرش، يجتهدوا شويه، يعطوا شويه وقت، يحاولوا يشوفوا ويفهموا، والا يمشيوا يلتزقوا للتكوين ولا يلتزقوا للمختص. هذا المطلوب. موجودين المرافقين ينجموا يعاونوهم وتتعدى الفتره بكل سلام. ان شاء الله، ان شاء الله ديما نسمع عليهم كان الاخبار الطيبه. وانت زاده شكرا ليك يا كوتش، مشكوره جدا كوتش ايمان العبيدي، حكينا معها الله يفضلك، ان شاء الله باقي نهارك مزيان، نهاركم مزيان الناس الكل. هكا نكونوا انهينا الحصه، ولكن قبل الحقيقه ما نختمها يا حلومة عنا ديديكاس مزيانه برشا برشا سيده المخرجه، اليوم اللي عيد ميلادهم اليوم 27 مايو، نحب نقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وبالاخص شيماء الخمير. شيماء نحب نقول لك ان شاء الله كل عام وانت بالف الف خير، ليكيب الكل يتمنوا لك ان شاء الله كل عام وانت بالف خير، ان شاء الله عام مليان بالفرحه وبالسعاده يا ربي، ان شاء الله تحقق فيه اللي تتمناه الكل، اللي زاد عيد ميلادكم الكل اليوم. نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. هكا نكون وصلنا لنهايه الحصه حلومه، شكرا ليك جيهان زاده، مشكوره جدا رهين ملاك ونرمين، ونورا الميكرو رفقتكم انا حازم بوشيبه، يعطيكم الف صحه، باي باي.